بسم الله الرحمن الرحيم. بما اننا طالعين الميد تيرم كان كويس الحمد لله والدنيا كانت كويسه تمام، عقبال الفاينل ان شاء الله. ناخد بقى شويه سي سي كاملة قبل كده عشان خاطر خارجين الميد تيرم. عندي دواء او مجموعه من الادويه اسمها سي سي ستيمولس، يعني ليه المفروض تتنشط السي ان اس تمام؟ في ناس لسه بتزن. منهم المودافينيل، حد شافه قبل كده؟ جميل. المودافينيل ده من الادويه المعروفه وبيقول عليه ان هو ويكفولنس بروموتنج بروبرتيز، يعني ده بيفوق كده الجهاز العصبي، بيفوق يفوق كده. ليه؟ لان في حاله مرضيه اسمها النركوليبسي. النركوليبسي معناها ايه؟ معناها دي تايم سليبنس. يعني ايه دي تايم سليبنس؟ يعني المفروض النوم يبقى بالليل، لكن دي تايم ينفع معاه في وقت النهار. ده بقى بتلاقيه جاي نايم ال 13 ساعه بتوعه بالليل عادي جدا، واول ما يقعد قدام جهاز الكمبيوتر بتاع الشغل الصبح اهو دنيا كده وفطر وشرب كل حاجه بيعمل كده. نام نام صحيه بقى يا فلان. غير النوم اللي انتوا بتناموه في المحاضره. وساعات كده في اصوات دكاتره انا عارف بتريح اعصابكم، فبالتالي انا شايف ان اللي عنده ارق يسمع البتاع ده قبل ما ينام. منها ينام ومنها يبقى سامع المحاضرات اللي مش لاحق يسمعها قبل الامتحان. تمام؟ فخد بالك انا بتكلم هنا على حاله مرضيه السي ان اس بيحصل شوت داون، هو لوحده كده تك قفل. عشان تروح بقى تفوقه تاني وتصحيه ده محتاج لازم ايه؟ يكون بياخد حاجه زي كده. طيب. من الاليبتكس كمان دواء مهم جدا اسمه الدوكسابرين. طاي واوكسا، عشان في اثنين نيتروجين وفي مجموعه الاكسجين دي، ودوكسابرين هيدروكلورايد ده صوت يعني مستخدم انجكشن وبيستخدم انترافينس. ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه مهمه جدا وده مهم قوي باكد عليه. ده بيعمل ستيميليشن للريسبيراتوري سنتر اللي في البرين. مش احنا في بعض الاحيان بنقول في حاجات بتعمل ديبريشن للريسبيراتوري سنتر، وقلنا ان نسبه ان انت تلحقه بتبقى قليله جدا تمام؟ فبالتالي انت محتاج هنا تدي له حاجه بسرعه تنشط السنتر بتاع التنفس اللي في البرين. زي مين بقى؟ زي الحاجات مثلا اللي بتستخدم بعد البوست اناثيتيكالي. مش انت ممكن واحد خد انستيزيا زياده شويه عملت له ديبريشن للريسبيراتوري سنتر، ادي له بسرعه الحقنه دي. او في بعض السي ان اس ديبريسنت دراجز اوفر دوز، ادي لحد سي ان اس ديبريسنت دراج بس جرعه كده شويه، فبالتالي محتاج هنا ان انت تدي له حاجه مالها تنشط الريسبيراتوري سنتر اللي ممكن يكون حصل له ديبريشن. او في الكرونيك اوبستراكت بلمونري ديزيز عارفينه طبعا، او في الابنيا دي اختناقات وبتبقى حاجات في اللنج ما ينفعش اديله بخاخه مش هتعمل حاجه، لان المشكله هنا دلوقتي مش في اللوكال، المشكله كلها فين؟ في السنتر، فلازم تنشط من فوق فتدي له على طول الحقن الانترافينس. تمام؟ طيب في بقى ماده موجوده معاه اسمها البنزايل الكحول. طيب طفل اتولد لفينيل كانت بتاخد اوبيويدز، فالولد نزل عنده ريسبيراتوري سنتر ديبريشن، ينفع اديله الحقنه دي؟ ما ينفعش. ليه؟ عشان فيها البنزايل الكحول وده كونترا انديكيتد مع النيميتس حديث الولاده. طب يعني كده هو ما خدش الحقنه بسبب ان الماده دي غلط على الطفل؟ الدوكسابرام؟ لا عشان لا بسبب مين؟ البنزايل الكحول اللي معاه. ركز في الحته دي كويس عشان تبقى عارف السبب ايه عشان لو سالتك فيها. طيب الميثايل دانسنز دي مجموعه ثانيه غير الاناليبتكس كلنا بنتعامل معاها يوميا. اولا مين هو الدانسن؟ مجموعه بايريميدينول ماسكه في مجموعه ايميدازول ار ار داش ار 2 داش، لو كلهم اتشاف ده الدانسن. الدانسن ده اللي احنا اخدناه قبل كده قال لك زانثين ويتحول يوريك اسيد والجاوت والحدوته الكبيره دي تمام. لو انت حطيت الثلاثه دول سي اتش 3 سي اتش 3 سي اتش 3 بقى الكافيين عارفين الكافيين طبعا شاي وقهوه. طب لو حطيت سي اتش سي اتش وسبت دي بس اتش اصبح ثيوفيلين. مين الثيوفيلين ده؟ الثيوفيلين ده بيعمل ايه؟ اجمد. الثيوفيلين ده بيعمل ايه؟ في الازمه برونكو دايركتور في الازماتيك بيشنت صح كده؟ علشان كده قال لي الاثنين دول هم اللي انا هتكلم عنهم، انا مش عاوز الاول ولا عاوز الاخير بس انا بعرفك مين هو الدانسن. طيب مبدئيا الكافيين كلنا عارفين الكافيين. الكافيين بنشربه عشان خاطر نفوق. الدوز بتاعت الكافيين الافيلابل ان انت تاخدها من 85 ل 250 مللي جرام تمام؟ لكن اللي موجود عندك كوبايه شاي ولا كوبايه قهوه؟ ده ايه ده؟ ده برطمان دواء يا جماعه. يعني ده تابلتس او كبسولز مظبوط؟ يبقى انا هنا لما بتكلم على الكافيين بتكلم على الكافيين اللي بيتاخد كدراج مظبوط؟ هو مبدئيا الكافيين ده مضر ولا مش مضر؟ تأذيات مضر بس لو جرعه. بص معايا كشاي وقهوه في الاستخدام العادي هو مفيد. مفيد ايه؟ مفيد سيكولوجيا، تحس كده ان انت على فكره المزاج النفسي اللي بيعمله فنجان القهوه اكتر من التاثير بتاعه، مش تكونوا عارفين بس تمام؟
فبالتالي هو في حته سيكولوجيه، وكمان في حته ان الكافيين مثلا من حوالي اكتر من 10 سنين ابحاث قالت لك لو شربت في اليوم من فنجان لتر قهوه بتقي الليفر من السيروزس ومن الكانسر. يعني كمان ده مثبت ان هو بيعالج او بيمنع يعني الامراض اللي انا بتكلم عليها دي. طبعا في اورجنز كتيره كمان بتستفيد من الكافيين، فانت سواء شربت كافيين في قهوه او في شاي دي حاجه كويسه، لكن ويز الليمت معاك 2 فنجان في اليوم، او الشاي برده معاك كوبايتين او 3، ما تزيدش عن كده. طب لو زدت لا هتبدا تحصل لك سايد افكتس، هتحسها بايه؟ بقيت عصبي، بقيت مش طايق حد حواليك، حاسس ان انت في عندك رعشه بسيطه بدات تظهر في ايديك، ده ما يقلقش، انت بس ايه ما تشربش وتاني يوم هتلاقي الدنيا كويسه خلاص. طب زودت قوي، زودت قوي بقى برميل شاي، طبعا ده صعب جدا، حد بيشرب برميل شاي؟ برميل شاي لو شربته هتدخل في كونفرجنس، لكن الكونفرجنس دي اللي بتحصل بصعوبه جدا مع شرب الحاجات اللي فيها كافيين ممكن تحصل بسهوله قوي مع التابلتس. فيجوا بقى بره الاف دي طبعا بتقروه كل دواء وقصه كبيره احنا عارفينها، فيقول لك ده نيتشر سبلمنت، ويقوم الانسان ياخده ويبيعه في السوبر ماركت. على فكره عندهم بيبيعوا في الصيدليات، احنا عندنا النيتشر سبلمنت ده في الصيدليات، هم هناك في امريكا بيبيعوها في السوبر ماركت. فيخش الشخص ده يشتري الحاجه وهو مكتوب عليه مستخلص نبات طبيعي وحاجه زي الفل، فياخد يلاقي نفسه فاق، فالدواء ده حلو قوي فياخده على طول. تمام؟ اكتشفوا ان معظم الحاجات دي بيكون فيها ماده الايه؟ وتركيزات اكتر من المسموح بيها. فالاف دي لما فهمت الكلام ده بدات ان هي تراجع ورا الحاجات دي وتسحب اي حاجه فيها كافيين بنسبه كبيره. نصيحه، ما تاخدش اي حاجه فيها كافيين الا في الظروف. كتابلتس. يعني في حاجات نزلت لازقه مش عارف تتحط على اللسان عشان تدخل الايه يا عم في ايه؟ وانت عندك بتاع ده انجينا ليه لازقه على اللسان عشان يدخل الكافيين بسرعه؟ انت عايز تفوق بسرعه ليه؟ يعني حصل لك ايه؟ فطبعا ده ماليش دعوه برضه بالنيكوتين، لازم النيكوتين دي حاجه ثانيه بتاعت السجاير، انا بتكلم على الكافيين. فلو انت في حاجه ليك كافيين هتاخدها ماشي وقت المذاكره، وقت انت مسافر ومش نايم امبارح، هتاخدها مرتين ثلاثه مفيش مشكله، لكن تمشي عليها ده مضر جدا، لان ممكن يدخلك في ايه؟ في كونفرجنس. تمام؟ طيب الكافيين كمان اخر حاجه نعرفها عنه هو بيستخدم في علاج البويزنينج من السي ان اس ديبريسنت دراجز. اه حد خد سي ان اس ديبريسنت دراج كتير فتبدا تديله حاجات فوقه زي مين؟ زي الكافيين. او بيعالج كمان طبعا هو ليه برونكو دايليتنج افكت في الازمه، يعني هو بيوسع الشعب الهوائيه، والكافيين اصلا بيحبوا مش بيشربوا فنجان قهوه قبل الجيم. تمام، دي حاجه معروفه. ليه؟ عشان اكتر من حاجه. عشان خاطر هي بتزود البلاد فلو، هنعرف دلوقتي ان هو بيعمل فازو كونستراكشن. فالفازو كونستراكشن بتخلي الدم ايه؟ يجري بسرعه، فاللي بيتمرن بقى والعضلات بتاعته وبتاع الدم يروح لها اكتر فالتمرين يستفيد بيه اكتر. كمان بيقلل الفتيج، مش انت لما بتكون تعبان كده وطول اليوم مش قادر تشرب كوبايه الشاي ولا القهوه تحس ان انت فقت؟ اه قلل الاحساس بالتعب. كل دول مميزات لمين؟ للكافيين. كمان هو ليه برونكو دايليتور فيخلي التنفس عند الشخص ده ماله؟ احسن. لكن الكافيين ما بيرقاش لدرجه ان انا استخدمه برونكو دايليتور، لان تاثيره ضعيف في الحته دي. هو ليه بس ما ينفعش كدواء، تمام؟ هنعرف مين دلوقتي بيستخدمه. المهم بيعالج كمان بقى المايجرين، خد بالك انا قلت مايجرين ولا مايجرين اتاك؟ لا مايجرين. امال مين المايجرين اتاك؟ اللي احنا خدناه المره اللي فاتت بتاع الاوبيويدز. اوبيويدز اللي هو كان صداع نصفي رهيب واتاك وبيخبط دماغه. انا مش شرحت الكلام ده ولا لا؟ هو انت سنه كام؟ صح يعني انا في المكان الصح. تمام؟ ده اسمه مايجرين اتاك وده صعب علاجه بالحاجات اللي زي كده. لكن انا بتكلم على صداع نصفي اللي بيجي لنا تقريبا كلنا وتلاقي نص دماغك كده تعبانه فيها صداع. ده بقى بيعالجه وبيعالج كمان التنشن هيدك، حضرتك عندك مذاكره كتير وضغط كتير وشغل كتير فبتحس ان انت عندك صداع. لو مفيش عندك الكلام ده مش هتحس بصداع ولا حاجه. طب هو الصداع جاي منين؟ نتيجه ان حصل في البرين، والصداع جاي منين؟ اه حصل فاز دايليتيشن في الاوعيه الدمويه، فضغطت على مين حواليها؟ هو مين اللي حواليها؟ بعدين بقيت مخك اعصاب، في شويه اعصاب يعني، فهو ضغط على مين جنبها؟ فانت عندك صداع. فلما بتاخد الكافيين تشرب الشاي او القهوه تمام او ياخدوا كدراج ايا كان يبدا يحصل له بازو ايه؟ كونستريكشن. فده الاكشن بتاعك فتبعد عن مين؟ عن الاعصاب. فالصداع يروح. هو ده اللي بيحصل لك لما انت بقى عندك صداع وتشرب القهوه او الشاي الصداع يروح. طبعا انا ماليش دعوه بالفئه من الناس اللي بتشرب القهوه وتخش تنام. اللي بالنسبه لهم جسمهم بيتعرف على القهوه كينسوه. تمام؟ انا مش دعوه بكده. طيب الثيوفيلين بقى اللي احنا عايزين نعرفه عنه برضه كده معلومتين. اول حاجه طبعا هو سي ان اس ستيمولانت زي الكافيين بالظبط، لكن مشكلته قوي ان هو لايف ثريتنينج. اه ده ممكن بقى الموضوع معاه يوصل ان هو يهدد الحياه ويعمل وفاه. فممكن يؤدي ان الانسان ده بسهوله جدا يحصل له مين؟ كونفرجنس عشان نجات.
عشان كده انتوا في الصيدليه بتبيعوا السيوفيلين كبسول ده تركيز السيوفيلين فيه قليل، لكن في تركيز كتير في الكبرون. عارفين الكبرون اللي هي القرص اللي متقسم ثلاثة؟ بتبيعوها بالعلبه ولا بالقرص؟ اشمعنى يعني غالي؟ ده رخيص، ده العلبه كلها اللي فيها 50 قرص فيها 50 قرص طالع بجنيه ولا ب 2 جنيه حاجه كده يعني، مش فاكر دلوقتي بقى بكام يعني. المهم ان هو سعره رخيص، لكن مع ذلك في انستراكشنز ممنوع بيع العلبه. ليه؟ لان تركيز السيوفيلين فيه عالي، والدكتور بيبقى مفهم البيشنت وهو قاعد معاه يا حاج هتقسمها ثلاثه، تاخد مرتين في اليوم ولا ثلاثه في اليوم ولا القرص على مرتين ايا كان، انت يا عم محتاج خمس ايام ولا 10 ايام، خد خمس اقراص من الصيدليه. فالصيدلي يطلع له ويكتب له كده في الروشته. طب هو ليه مش بيديله العلبه كلها؟ عشان عم الحاج ده لما يشيل العلبه وبعدين يفوت شهر ويجي ابنه الصغير يتعب يقول له يا ابني تعالى ده انا عندي دواء حلو قوي خد منه، فالواد ياخد قرص اقل حاجه، اي حبايب تاخد القرص، فممكن يحصل له طبعا كونفرجنز وممكن يخش لا قدر الله وفاه. انت فاهمه؟ علشان كده هو ممنوع بيعه غير بمين؟ بالقرص. تمام؟ ده السيوفيلين يا جماعه. كمان اكيد طبعا بيعالج الازمه، هو ده الاساس بتاع السيوفيلين. واخر حاجه لا الكافيين ولا السيوفيلين بيتحول لليوريك اسيد. يبقى هل في مشكله من الجو؟ لا. اتفضل. طيب المجموعه اللي بعد كده سنترال سيمباثوميتك، يعني معناها ايه؟ بتزود شغل السيمباثيك سنترال من البرين، مظبوط؟ السنترال سيمباثوميتك الدكسترو امفيتامين، اولا دكسترو امفيتامين ده اللي ان اتش 3 موجوده تحت البرين، ركز معايا عشان كده هو دكسترو. خد بالك الشكل بتاعها فين؟ يعني لو جبتها فوق البلين هو ده الدواء ده ولا لا؟ لا. مهم جدا، خلاص؟ يبقى الدكسترو امفيتامين ال ان اتش 3 بلو البلين، وبيقول لي كمان الدواء ده بيشتغل ازاي سنترال سيمباثوميتك، بينكريز الريليز بتاع النور البنفرين. طب ركز معايا. هو هنا في رسمه المفروض بس الالوان كانت بايظه، هي مش باينه. احنا عارفين ان في ريسبتور هنا وهنا في كوره وفيها نور البنفرين، صح؟ وده الريسبتور بتاعها النور البنفرين بيطلع يشتغل. فانت عشان تزود خروج النور البنفرين يا اما ان انت بتخليه يخرج اكتر، يا اما ان في حاجه اسمها ري ابتيك عن طريق حد اسمه الفا 2 فاكرينه؟ تمنع هذا ري ابتيك، فتخلي النور البنفرين اللي يطلع ما يتلمش تاني. ففي الحالتين انا زودت النور البنفرين، ده احنا خدناه في الفارماكولوجي. تمام؟ نفس المبادئ هنتكلم عنها النهارده في الجزء اللي جاي، ده بينكريز النور البنفرين ريليز من الموبايل بول، بيطلع نور البنفرين كتير. فبالتالي بيخلي الواحد ماله؟ يفوق، يحس كده ان هو نشيط كده. تمام؟ ده فكرة أي حاجة فيها أمفيتامين، أي حاجة فيها لفظ أمفيتامين بتعمل الكلام ده. طيب عملوا دواء تاني منه مث أمفيتامين، خد بالك بس عشان تبقى مركز، دي كانت هنا تحت ودي كانت هنا على اليمين ودي كانت هنا ان اتش 3، أنا رحت بدلتهم جبت اللي كانت سي اتش 3 هنا وجبت ال ان اتش 3 هنا ورحت مزود عليها ميسايل فبقت ان اتش 2، فزادت مجموعة ميسايل أهي، فبقى اسمه مث أمفيتامين. خلاص؟ يبقى ده يعتبر إيه؟ ميسايل انالوج على الان من الديكسترو امفيتامين، اه احنا عارفين هو ده جاي من اللي فات بالظبط. طب انا زودت مجموعه ميسايل، الاكتيفيتي زادت ولا قلت؟ ليه؟ لايموفريست زادت، حلو جدا، فدخل البرين بسرعه فعمل اكشن بسرعه، فالناس اللي بيعملوا الليجال يوز لهذه الاشياء عرفوا فاستخدموه فقالوا عليه السريع، بقى ياخدوه يحسوا ان هم ايه؟ الدنيا حلوه كده واتنشطوا والدنيا زهزلت معاهم رحنا ساحبينه. خلاص؟ فعشان كده ما بقاش موجود. فهو مشكلته ان هو بيعمل ايه؟ ناشونال ديسيستر، حتى اطلق عليه السريع، بقى مشهور كده في الوسط اللي هو العادي ده باسم السريع، الدين السريع. خلاص كده؟ فاحنا رحنا نازلين القطر بقى وبدانا ان احنا ما ننزلوش الصيدليات. خلاص يا جماعه؟ ده فكره الميثامفيتامين وفرقه عن الدكسترو امفيتامين. مجموعه المثال ايه اللي عملت كل الحوار ده؟ ليه فيري هاي ابيوز بوتنشال؟ سيبيوترامين بيوتايل اللي هي السايكل بيوتايل جروب دي هي اللي بتميزه، فشكل مميز جدا. طيب السيبيوترامين ده انا حضرت الدواء ده نزل وبعدين اتسحب بعدها مثلا بحوالي ممكن ثلاث سنين ولا حاجه. ليه؟ عشان كان ليه كارديو فاسكولار سايد افكتس. طب الدواء ده كان نازل على انه ايه؟ انتي ديبريسنت. تمام؟ هو يعني ايه ديبريشن؟ هنتكلم دلوقتي. الانسان ده عنده نقص في النيورو ترانسميترز. اشهرهم مين؟ سيريتونين، نورابينفرين، وشويه دوبامين. تمام؟ طيب فبالتالي السيبيوترامين ده وظيفته انه بيمنع الري ابتيك، فاكرين الري ابتيك؟ لا مش هنخليهم يرجعوا، فيزيد النوربينفرين تحت ويزيد مين؟ السيريتونين تحت، فيخلي الواحد ده يعالج من الدبريشن. ولكن الحقيقه ان الدواء ده اتباع كتير جدا وشركات مصريه كتير صنعته مش على انه انتي ديبريسنت خالص، على انه انريكزيلنت. يعني ايه انريكزيلنت؟ بيقفل الشهيه. انريكزيلنت مش انكزايتي. انوريكسيا قافل للشهيه، صح؟ يقول لك زعلتها ف
فضلت تاكل طول الليل صح؟ هي ايه علاقه الزعل بالاكل؟ هو طبعا في الفيميلز اكتر عشان هم بيزعلوا اكتر، هنقول دلوقتي كمان شويه. ده ملوش علاقه كمان الكاديين خالص، ومش كاديين ابدا. هما بس ايه؟ الزعل عندهم اكتر، وهنشرح ده كمان شويه تفهموا ليه؟ لان الستريس عليهم اكتر. فهي لما بتزعل بتاكل كتير، طب ده ليه علاقه؟ قول يا عمار. ما هو ليه علاقه ازاي بقى؟ الشبع يا جماعه عباره عن حروب نيورو ترانسميترز اللي هم النور ابنفرين والسيروتونين. يعني حضرتك وانت بتاكل بتحس بالشبع لما بيطلع من البرين نور ابنفرين والسيروتونين يروح للجي اي دي يقول له خلاص احنا شبعنا بطل اكل. عشان كده حضرتك لو قاعد تتفرج على التلفزيون او في مكالمه مع صاحبتك قاعده بترصي وانت مش حاسه، تلاقي نفسك خلصت الحله. طب انا يا جماعه باكل طبق، ايه اللي حصل؟ تمام؟ ده سواء ميل او فيميل على فكره. عشان كده بينزل في البروجرام بتاعت التخسيس ما تاكلش وانت بتعمل اي حاجه. لو انت بتتكلم مع حد ولا برضه الصحبه الحلوه بتاكل، مش معروفه كلمه دي معروفه؟ لان انت الصحبه الحلوه بتخليك ان انت مش مركز في الاكل، عادي تاكل. يعني مش وجبتك. فالمفروض ان انت لما تاكل خلاص يا جماعه خلاص افهموا بقى الكلام ده هيفيدكم كتير في حياتك. خد انت وانت بتاكل وعايز ان انت ما تاكلش كتير، خلي الاكل قدامك وركز في الاكل بس، خلي الكلام اللي هو العادي اللي هو قاعد حد معاك من اهلك بتتكلموا الكلام العادي. تمام؟ فبالتالي انت هتشبع بسرعه. لان النيورو ترانسميترز هتطلع في الوقت اللي المفروض تطلع فيه. خلاص؟ ما تزعلش الفينيل بقى. مش انت لو زعلتها ايه؟ هتاكل، انت اللي هتضطر في الاخر. تمام؟ الدواء ده اتباع كتير جدا لانه كان سنترالي بيتحكم في خروج النيورو ترانسميترز دي، فكانت بالتالي هي بتاخد القرص الصبح تلاقي نفسها كانت حاجه بسيطه كده شبع، جت في الغداء كانت حاجه بسيطه شبع، ليه بقى؟ النيورو ترانسميترز مالها كتيره، فهي بالتالي حاسه ان هي شبعانه مش عايز تاكل. فكره الدواء ده كده، لكن طبعا قلت اتسحب ليه؟ ما بقاش بيستخدم للاسف يعني. طيب ميثايل فينيديت هيدروكلورايد ده دواء تاني، هتكلم تاني في الحته دي كمان شويه بتاعت الزعل دي. الميثايل فينيديت ميثايل فين اي عشان ايثايل، ديت عشان استر. مش عارف دايما يقول كده ايديت ده ايه ده دايما استر، بنزويت مش عارف ايه ما ده استر على طول بنزويت اسيد. تمام؟ فبالتالي الميثايل فينيديت هيدروكلورايد ده صوت الدواء ده مش اكتف. قال لي البارا هيدروكسي الكربونات بتاعه هو اللي اكتف. تمام؟ فين البارا هيدروكسي؟ يعني احط مجموعه الاتش فين؟ فين فين؟ حلقه البنزين هنا صح كده؟ احط مجموعه ايه؟ هو ده البارا هيدروكسي الكربونات. فلو جيت في الامتحان وقال لك ان ده بيعمل الاكشن، الكلام ده ينفع؟ لا. لكن لو جه البارا هيدروكسي بتاعه هجيبها. خلاص كده؟ انا بقول لكم من دلوقتي هجيبها ان شاء الله. لو لينا عمر يعني. الدواء ده بيعمل ايه بقى؟ الدواء ده بيعمل حاجات حلوه قوي. هو ولا البارا هيدروكسي ميتابولايت؟ البارا هيدروكسي. شطار. اول حاجه بيبلوك النور ابنفرين ريابتيك، منع رجوع النور ابنفرين. كمان بيشتغل زي النور ابنفرين، يبقى اجونست على النور ابنفرين ريسبتور. بيديبليت النور ابنفرين بول، بيروح يفضي النور ابنفرين من الفيزيكال ويطلعه زي ريزيربين، فاكرين ريزيربين؟ بتاع ميديسنال 1 كان بيروح على البتاع بتاعت النور ابنفرين دي ويفضيه، يطلعه كله غصب عنه ويدخل مكانه. فيسموه نور ابنفرين ديبليتور للفيزيكال. طيب وكمان ليه افكت على الدوبامينرجيك سيستم، بيشتغل زي الدوبامين وكمان بيقفل الدوبامين ريابتيك. كام حاجه؟ خمسه. اكشن بتاعه قوي جدا. تمام؟ هو لا تمام جدا. بيعالج بيه ايه مين بقى؟ النرجوليبسي عارفينها، وبيعالج حاجه اسمها اتنشن ديفيس ديس اوردر. المرض ده منتشر اكتر في الاطفال اللي هو مرض قله التركيز. ماليش دعوه بقله التركيز الطبيعيه اللي موجوده في اطفالنا واللي بتلاقيه بيكسر ويعور نفسه، ده طبيعي. لكن في ساعات الموضوع بيوصل لمرحله المرض ان فعلا ما بيفكرش خالص. فتلاقيه لو قدامه مرايه بيفضل يجري لحد ما يدخل في المرايه، هو مش عايز ياذي نفسه. بس هو بعد كده بيبدا يندم ويعيط، هو ايه عامل كده ازاي؟ تمام؟ او لو قدامه باب بلكونه مفتوح يفضل يجري لحد ما يرمي نفسه. هو مفيش تفكير، فده لازم يديله حاجه عشان ايه؟ تقرر بس السي ان اس يشتغل. تمام؟ هو ده الحاله المرضيه دي وعلاجها الدواء ده.